السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الطلبة. اليوم معنا المحاضرة 13 من محاضرات برنامجنا الهندسة الهيكراس. بهاي المحاضرة إن شاء الله راح نتعلم شلون أقدر أنفذ أنا محطات الضخ البومب ستيشن باستخدام هذا البرنامج. طلاب مثل ما تعرفون أو ناخذ نظرة تعريفية أو باك جراوند عند المحطات الضخ، هي عبارة عن محطات تنصب داخل المياه أو مع الأنابيب. هسه هنا إحنا هنا إذا نتعامل مع النهر وغيرها، فتنصب داخل المياه حتى نحول أو ننقل المياه من مكان إلى آخر، من كأن يكون من منطقة خزن. تلاحظون هنا يا طلاب أنه دا يحول من منطقة خزن ستوريج أريا إلى نهر، أو بالعكس من النهر إلى الستوريج أريا، أو من النهر إلى النهر نفسه بين نقطتين من منسوب أعلى إلى منسوب أوطى. فهاي مثل ما تلاحظون طلاب يكون نصبها داخل النهر أو داخل المكان اللي أريد آني أخذ الانتيك من عنده عمليات السحب، إلى المكان اللي آني أريد أنه تتم بي عملية الريتشارج أو عملية التغذية. إن شاء الله اليوم هاي طلاب راح أراويكم هنايا هذا تمثيل المضخات اللي يكون بالشكل الهيدروليكي كتصميم المضخة. وهنا إذا تلاحظون طلاب هنا لا بتنفيذها أمام النهر، فاليوم إن شاء الله راح نتعلم شلون أني أقدر أنفذها. نرجع طلاب نفتح برنامجنا الهندسي، ثم تلاحظون هنا فايل اوبن بروجكت، احد البروجكت اللي انشأناه سابقا. اوكي اديت جيومتريك داتا، تلاحظون طلاب هنا احنا هذا انشأناه سابقا وانشأنا بي ستوريج اريا. اليوم ان شاء الله راح نتعلم ناخذ شلون اني اقدر انشأ بمب ستيشن. طلاب بس نجي الى ملاحظة واحدة، بعد الستوريج اريا 2D أو 2 Dimensional Flow Area، هذا راح نأجل الموضوع بعد ما راح ناخذ الخرائط الـ GIS شلون أنا أقدر أستخدمها داخل الهيكراس. فهذا الموضوع راح يتأجل مسبقا بعد ما ناخذ الـ Advance في هذا الموضوع إن شاء الله، أو ما ناخذ فد رسوم إنه Sketchment وإنما لا تأخذ كخرائط، لأن هذا هو الموضوع أصلا متعلق به. فإن شاء الله بوقتها فيكون تأجيله مسبقا أو هذه الفترة بعد ما ناخذ هذا الموضوع. الستوريج اريا اخذناها، فقط هذا الموضوع حيتاجل ان شاء الله. راح اليوم ناخذ البمب ستيشن. هسه نرجع طلاب نختار البمب ستيشن من هنايا، هنايا ما نختارها طلاب من العمودي، هنايا ما نقدر ننفذ بها، ينضيك بروبرتيز من الافقي. بعد ما اختاريتها بامكانك تنفذ البمب ستيشن على اي مكان انت تريده. هسه هنايا خلينا ننفذها هنايا طلاب حتى تكون واضحه امامكم. بعد ما اختاريتها ينطي اول اوبشن لك انتر نيم اوف بمب ستيشن، دخل له الاسم، تنطيك المواصفات انه ما يتجاوز ال 16 كاركترز، فمثلا نعطيه 5 5 اي شيء. اوكي انطيناه هنا قلنا اوكي. تلاحظون طلاب هنا هسه تمثلت البمب ستيشن، هاي تمثلت هنا، هاي اوانكم واضحه. بامكانكم تختارون من هذا الخيار، طبعا هذا اسمها، نعدل الاسم. اي نعم بامكاننا نعدل الاسم. edit bomb station أو ديليت إذا تريد تمسحها، مثلا تغير مكانها على مكان آخر، أو نرجع طلاب. بالمناسبة نقدر ننشئها هنا من الستوريج أريا اتصالها مع النهر، أو بالعكس أي مكان حسب الاحتياج اللي إحنا نحتاج به المضخات أو محطات الضخ. فنرجع طلاب بإمكاننا نختار هذا الخيار من هنا بعد الضغط هنا إليت بومب ستيشن أو كانسلز، أو من هنا بومب ستيشن بإمكاننا نختارها. اول شيء دا يقول لك اسمها 55، تغيرها اوكي بامكانك رينيم، تغير الاسم اللي خاص بهاي محطه الضخ. بامكانك تنسخها على مكانات ثانيه، نعم بامكانك تنسخها، فقط تحدد له وين تريد اي ستيشن تنسخها باي مكان. طيب راح نبلش هنا الخيارات. اول نمبر 1 راح نبلش بالبمب كوركشن داتا، بعدها بالبمب جروب داتا، بعدها بالادفانس. فاول شيء راح نرجع بمب كوركشن داتا، دا يطلبون عندك البمب منين دا يسوى عملية وكأنه منين راح ياخذ الانتيك مالته. نرجع للصورة حتى تكون واضحة امامكم. طلاب مثلا تلاحظون هنا مضخات مربوطة داخل نهر، لتاخذ منين؟ من محطة او منطقة خزن ستوريج اريا، المن دا يودي للنهر. فانا من انطي اول خيار بمب فروم، منين دا تصير عملية الضخ؟ بالمناسبة طلاب من النصب مضخة موجودة ما نقدر نخليها تشتغل عكسي يعني وفاكيوم برجر، لا تتنصب هنا حتى يكون مأخذها من الستوريج اريا الى كذا مكان. فهسه دا يقول لك هنا منين المأخذ حيصير لهاي المضخه، منين؟ من كذا مكان المن للمكان مثلا الثاني. فهسه نرجع طلاب هنا اذا اختاريت الخيار الاول سيت ار اس 1 يعني معناه دا تقول له انه تاخذ من النهر. الثانيه الست مال الستوريج اريا، هذا هاي الاختصار لها،
فانه معناها ده يكون الماخذ من منطقه وكانه منطقه خزل، لازم هاي معناها المضخه منصوبه هنا، فهسه احنا مضختنا منصوبه داخل نهر فنختار الخيار الاول. اوكي ده يقول لك ريفر ستيشن، تمام اوكي. بعد ذلك نعطاك اسمها، ايش قد المسافه من الانتيك، ايش قد المسافه حتكون من الاب ستريم اذا مكان الماخذ للمضخه، انت تنطي هنا. ثانيا يقول لك المن تضخ بالضبط، هسه احنا مضختنا داخل النهر، فرتاخذ من النهر خلينا نقول من مكان اوطى الى داخل النهر نفسه الى مكان اعلى، فنقول ايضا لداخل النهر نفسه. اوكي فرتلاحظون هنا يا طلاب لازم نغير الستيشنات فقط. هسه الاولى مثلا من اختاريناها كذا ريفر ستيشن، وين تكون على يا مكان هسه احنا وكانه اشتغلنا على المكان، نرجع طلاب حتى تكون واضحه امامكم. كانسلز اوكي، هسه هنا احنا انشانا المضخه طلاب. هاي ده يقول لك انه وين ده تريدها تنشئ، احنا انشاناها بين يا ستيشن 30 و25. ده تلاحظون طلاب هسه نرجع نختارها. اول واحد يقول لك البامبو فروم، انت منين حتقول من النهر، طيب من وين من يا مكان تاخذ بعد ما نختارها، قول لنا من 30 تاخذ من 30 من الخلفي، وكانه منا احنا راح ناخذ من الخلف الباك، الا انه تصير عمليه الارسال الى الامام او بالعكس تقول اني ممكن اغذي المنطقه الاماميه، فاوكي اوكي اختاريناها. الثانيه نقول للنهر نفسه اوكي سيت، افتر ذات نقول له 25 اوكي اختاريناها. بعد ذلك طلاب ايش راح يطلب من عندك؟ يطلب من عندك الاوبشنال، اوبشنال اون ريفرنس، يقول لك هنا يا طلاب انه انت وكانه عمليه التشغيل اللي خاصه بك منين راح تصير بالضبط، انه دائما التغذيه المستمره تقول من النهر، احنا هسه احنا مضختنا داخل نهر، ذيك الخيار الثاني طلاب نختاره من تكون المضخه بين نهر ومنطقه خزن، اذا نرجع طلاب الخيار الثاني لمنطقه الخزن الستوريج اريا كل خيار، فلما تكون مضختك بين منطقه خزن وبين نهر فتختار انت حسب يعني الطابع الجيولوجي او حسب التصميم الانشاء اللي منطيك اياه، تصميم الهيدرولوجي تعرف انت هنا وين داخل. هسه احنا مضختنا داخل النهر نفسه وكان تنقل من مكان الى مكان اخر، فدنا نقول له هنايا يقول لك من وين تريد، ايضا تلاحظ انه ريفرنس اون اوف هنايا خلينا نختار 25 حتى تكون بين المنطقتين. افتر ذات يقول لك ايش قد اعلى الفيشن انت تريده اوبشنالز. اول شيء احنا اذا تذكرون طلاب الكروس سكشن مال المقطع كان اعلى الفيشن بي 5، هسه نرجع نفتح كان اعلى الفيشن بي موجود 5، فهسه انا مثلا من نصبت المضخه المفروض اريد اعلى الفيشن ايش قد يصير. هسه نرجع طلاب البامب ستيشن افتر ذات ايش قد يصير اعلى الفيشن بي هنايا، هنا طلاب ايش قد يصير يقول لك اعلى اليفيشن تريده انت مثلا تقول 6، بعد ذلك تقول له اوكي او تنطيه مثلا البامب جروب داتا. خلينا ننتقل للسايد الثاني، هذا الطلاب هنا بدنا ننطي الافشنسي، اول شيء ده يقول لك كم مضخه عندك بالمكان، بامكان تكون مضخه واحده، بامكان تكون مضختين ثلاثه، شلون تزيدهم من عدد جروب، بامكانك تسويهم واحده اثنين ثلاثه طلاب. زين هنا نرجع number of pump in the group، كم وحدة نختار او كم وحدة موجودة، وحدة اثنين ثلاثة مثلا خلينا نقول هسه احنا اختارينا اربعة، تلاحظون فتحت اربع اوبشنات امامكم، لكل وحدة راح تدخلون الها بهذا الخيار مال البامب اوبريشن التشغيل الاليفيشن الووتر سيرفيس اليفيشن لما تكون مفتوحة والووتر سيرفيس اليفيشن لما تكون مغلقة اوف. فهسه نرجع طلاب بهذا الموضوع نفسه انه هسه اختارينا واحد، احنا راح نشتغل على واحد هنا امامكم، فده يقول لك مضخه واحده ايش قد تريد الووتر سيرفيس اليفيشن لما تكون مفتوحه، وايش قد الووتر سيرفيس اليفيشن لما تكون مغلقه. فهسه ننطي هنا مثلا لما تكون مفتوحه اوبن 6، لما تكون مغلقه ايش قد مثلا بالاوف تاخذها انه كقيمه، ايش قد تكون بالاوف قيمتها مثلا 4 أو 5 نوتنج. هنا يا طلاب على الرسم الجانبي البامب افشنسي كيرف، هنا يا طلاب وكانه انت راح ترسم كفاءه المضخه،
كفاءة المضخة أو كيربون منحني الخاص بكفاءة المضخة اللي هو الهيد. إيش قد كل ما إنه يرتفع الهيد إيش قد التصريف اللي حيكون عندك. وهنا حيطلع الرسم أمامكم طلاب، هنا حيكون الرسم. بالمناسبة طلاب نرجع ونقول إنه أنا بإمكاني، طيب ليش إنه الغرض من هذا رسم كفاءة المضخة؟ طلاب تعرفون المضخات ما نقدر إحنا نقول كفاءتها 100% باعتبار ممكن تصير خسائر لوسز بسبب الفركشن السيديمنت بما إنه إحنا بنهار، الترسبات اللي تصعد بالمضخة نفسها، غيرها إنه الانحناءات البانز، الانحناءات الجانبية، الانترنس الدخول والخروج، فهذه كلها ممكن إحنا نعتبرها خسائر. فدائما تكون كفاءة المضخة مو تامة بيرفكت 100%، ذلك احنا نريد نتأكد ايضا من ضمن الخواص انه اني كفاءة المضخة في البمب الفينشن سي كيرف. اذا تذكرون هذا الموضوع يعني اخذتوه اتوقع بالتفصيل بمادة الفلويد المرحلة الثانية، بالتفصيل تعلمنا شلون نرسم بين الهيت وبين الفلو، وايضا بالمرحلة الثالثة بالري والبسل بانشاء شبكات او منظومات الري والبسل اخذتوا هذا الموضوع ايضا. وطلاب هنا يا هذا الرسم انت تحتاج ترسم البلود بامب كير، فتنطي شقد القيم بامكاني انه انطي انا شقد على تصريف، شقد اقل تصريف، او شقد كل هيد مثلا تبلش من الهيد صفر، شقد كان الفلو الى الخاص بي، ايضا الدور لما يكون الهيد كذا. فهذا اللاب وكانه تحريات اخذها كامله هنا. لا تلاحظون طلاب بنقصب المضخه اخذ هاي او انا اللي اريدهم احتاجهم او مثلا من تحريات هيدرولوجيه موجوده اخذهن واقدر امثلهن وانطي هنا البامب انفنشن سيكر. نرجع على الخيار الثالث طلاب، هنا طلاب بالمناسبه ما اكدنا على هذا الموضوع الستارت اب بالمنت والستار او الشت داون. طلاب هاي الخيار هذا الاوبشن يخص لما يكون الجريان ان ستدي فلو. احنا حاليا دا ندرسه العفو كل دراساتنا تكون بالستدي فلو، فهذا ان شاء الله بالان ستدي فلو راح ناخذه. فبعد ذلك سننتقل للخيار الثالث الادفانس كنترول رولز، يقول لك اعطيني الخيارات او القوانين او الاوبشنز المنظومه عليها هاي المضخه. هنا يقول لك بامب رولز بعد ما تضغطها طلاب انه هنا ادد نيو رول، طبعا انت تقول له ادد نيو رولز، عندك هواي خيارات انت كنت تحدد خيار شو تريد. مثلا نمبر 1 always apply this rule، نمبر 2 apply based on target flow on target water surface based on daily per percent or per hour daily per hour and flow، حسب الخيار اللي انت راح تمشي عليه او البيانات اللي اخذتها اعتمدت على شنو. مثلا اذا قلنا الخيار الاول اوكي لانه ثبت الخيار الاول ده يقول لك الرولز ايش قد الفلو ماكس تريده، اعلى مثلا اعلى جريان 30، ايش قد الفلو مينيمم مثلا 15. بعد ما انطيته هاي الترانشيزنس هاي هم طلاب خيار مختص بالانستادي فلو الجريان الغير مستقر. هاي الرسم مال البلوت بامب كيرف قلنا بعد ما ننطي الافينشنسي. بعد ذلك طلاب بامكاني انه اقول لك كوبي، بعد ما قلت لك كوبي طلاب هذا تلاحظون امامكم هناي هاي المضخه كانت من تم عمليه السحب اللي خاصه بها لمن بتصير عمليه الارسال منين الانتيك ومنين الريتشارج. هسه نسيف المعلومات اللي سويناها سيف جيومتريك داتا، بعد ذلك نرجع للبرنامج الرئيسي للستدي فلو داتا، نشوف الاوبشن طلاب الستورج اريا حددناها من وكانه انطيناها الاريا اليفيشن ذاك الاسبوع لما اخذنا المحاضره اللي خاصه بها جيت اوبننج. تمام طلاب هنا هسه ماكو خيار خاص بها اللي هو خيار يخص بالبمب ستيشن، نرجع انه فقط ناكد وكانه الابلاي داتا انه انطيناها ستيشن 1 اور اني ثينك اي دونت نو اوكي. بعد ذلك نقول ابلاي داتا، طبعا نفس التصريف نفس كذا نو بروبلم ابلاي داتا. بعد ذلك طلاب راح نسيب العمل اللي اشتغلناه سيف فلو داتا، افتر ذات راح نسوي عمليه ران للعمل اللي اشتغلناه احنا، والان راح نكمل عمليه تنفيذ الداتا. تلاحظون امامكم هنا يا طلاب كومبليت افتر ذات كملت عمليه الران بالنسبه لها. طلاب تنفيذ الكروس سكشن او البمب ستيشن ما راح يكون هنا تقريبا واضح، هذا الكروس سكشن ما راح يكون واضح بالثري فلو دي ان شاء الله بعدين بالمستقبل من راح انه راح ناخذ تصميم كامل بالجي اي اس او بالتصاميم بالخرائط الكامله. راح تلاحظون لما نشغل الماء وتكون العمل وكانه فلو 3 دي راح تلاحظون عملها.
شكرا جزيلا، تمت محاضرة هذا اليوم، ألقاكم على محاضرة قادمة، دمتم بأمان الله وحفظه.